وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذه خطبة رواها أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب الإيمان. يقول نبينا: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. انت فيك عيب صلح نفسك منه، خلي عيوب الخلق ما بتحاسب عليها وما بتتأثر منها وما بتضرر منها، عيوبك انت المشكلة. ها وقعد بعضهم يتكلموا على الحجاج، يقول قال لهم ان اصغر ذنب اذنبته اشد عليك في قبرك والقيامة من اكبر ذنب الحجاج. الاكبر ذنب الحجاج ما بتأثر منه، المشكلة اصغر ذنب عندك انت، فانت روح وشوف خلص نفسك من ذنوبك. ايش بغيت من الحجاج وذنوبه؟ شوف الذنوب اللي عندك انت وتخلص نفسك منها. انت اصغر ذنوبك اشد عليك من اكبر ذنوب الحجاج، وهذيك ما بتحاسب عليها، بتحاسب على ذنبك وخطيئتك. لا، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وانفق من مال اكتسبه من غير معصيه. القليل حقه كثير ويبارك فيه وأجره كبير حلال ويصرفه منه ويعطي ويعطي، هذا الله أكبر. وخالط أهل الفقه والحكمة وجانب أهل الزلل والمعصية. يجيبوا لك الكلام الماجن والصور الخليعة والهيئات المزرية، بين ذولا بغيت ايش منه؟ جانبهم ممكن تريد الخير، جانبهم ممكن تريد الوصول إلى الله، جانبهم ممكن تريد تتحقق بالإسلام والإيمان، جانبهم قاطعهم تركهم بعد منهم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات يكفر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. احمد ربك على نعمة الإيمان ولا تمشي مع أهل الزلل. جانب أهل الزلل والمعصية. طوبى لمن ذل نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. الكلام الزايد من ينفق عنه، والمال الزايد ينفقه، والقول الزايد ينفقه. ولهذا قال بعض أهل الحكمة بعد ما نكلم كلام النبي كما قال: أمسك فضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى البدعة. رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. قال بعض أهل الحكمة: فك كفك وكف فكك. فك كفك، فك كفك أنفك، وكف فكك. ها وانعكست خربت الدنيا. تمسك الكف هو تمسكه الكف بذله. فك كفك وكف فكك.